ودلوقتي خلينا نتابع أهم الأحداث اللي هتحصل النهاردة في سياق التقرير اللي جاي. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فمجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية قرر تبكير موعد صرف معاشات شهر يوليو 2024 على أن يبدأ الصرف لنحو 11.5 مليون مواطن من أصحاب المعاشات والمستفيدين بتكلفة تقارب 38 مليار جنيه. ويمكن لأصحاب المعاشات والمستفيدين الصرف من خلال ماكينات الصرف الآلي الATM التابعة لجميع البنوك العاملة في مصر وفروعها، بالإضافة للمحافظ الإلكترونية وجميع فروع مكاتب البريد المصري. النهاردة هتسير شركة مصر للطيران 22 رحلة جوية لعودة حجاج بيت الله الحرام من الأراضي المقدسة بعد أداء مناسك الحج، بواقع 7 رحلات لنقل حجاج بعثة وزارة الداخلية وتضامن سوهاج وقنا والأقصر والمؤسسة وقرعة الوادي الجديد والقاهرة والجيزة وشمال وجنوب سيناء والإسكندرية والفيوم والشرقية وكفر الشيخ وحجاج الترانزيت وحجاج كوناكري وباماكو وحج أفراد وأجانب وعمل وإقامة. النهاردة تفتتح منافسات الجولة 28 من عمر مسابقة الدوري المصري بإقامة 3 مباريات. هيلعب الجونة مع مودرن فيوتشر في الرابعة عصراً، بينما يحل طلائع الجيش ضيفاً على الذات في 7 مساءً، ويواجه الإسماعيلي المصري في نفس التوقيت بمباراة قوية في ديربي القناة.